الاهلي والزمالك ده بحس انه الاصحاب بيكلموا بعض، يلا نتقابل في المكان الفلاني، العيله بتتكلم مع بعض. ايوه انت كسبت انا كسبت، ما تعادلنا، ما ايه اللغه اللي بتحصل في بره مصر وهو مصر ودنيا تانية. اهلي وزمالك العيد، طفيت العيد، العيد 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 الجميل اللي ابيض والاحمر بينزلوا الملعب دي ال 45 دقيقه الاولى وال 45 دقيقه الثانيه، واللي حصل جوه البتاع ما اعرفش، والنادي الاهلي الكريم راح مقدم السبت قال لك نجيب حكام عشان ما حدش يزعل، لا احنا نقول الحكم ده عمل كذا. ومين اللي هيدفع فلوس الحكام دي؟ المتضرر بقى. ففعلا عيد والله العظيم ثلاثة. ايوه وبنتمنى من الظروف يعني انها تقف لغايه هنا يعني، بس أيوة. مش كولر عارف. فرحان بالانسحاب ده كولر؟ اه اكيد. انا لو مدرب وجهاز فني وجالي ثلاث نقاط بدون ولا عندي مشاكل اصلا ونص فرقتي متعوره أيوة. وكل ده، حتى السنتر فيرز اللي راجع لك كان راجع من اصابه وسام، حاجات بالنسبه لنا احنا في الكوره كلها طبعا لازم انت تبقى خلاص يعني. جالك هدية ما احنا بقى يعني مش ده مبدأنا. أو انا فاهم طبعا. انا فاهم، انا كان نفسي اتفرج على الماتش، وانا كان نفسي اتفرج على والله العظيم مصر كلها كان نفسها اتفرج على الماتش ده بالذات. ايوه يعني تحس، شوف رغم انه الزمالك بعيد عن المنافسه يعني، الزمالك ما فيش حاجه. بالظبط كده. والزمالك مش بعيد عن المنافسه، ده هم لو يفكروا في الحكايه. ايوه انت مش بعيد عن المنافسه، انت لو تكسب هنا وتكسب هنا وصاحبك يتعور وصاحبك عنده ماتشين مع الاهلي وصاحبك يتاخر والاهلي هو وانت تكسب وانت ترجع تكسب تاني. أي. وتعمل تلاقي نفسك عملت بومينج الدنيا، وانت مجلس اداره جديد كمان ما شاء الله ومعروف حسين لبيب صحيح بكل الاعضاء اللي موجودين ان هم بيحبوا نادي الزمالك قد ايه وبيحبوا الجماهير قد ايه وعندهم أرضية السنة دي جميلة جدا، كأس أفريقيا بالظبط بالظبط. فكان كل ده أنا أطمع في إن أنا كنت ألعب النهاردة يعني. تفرق مع الأهلي في اللي جاي؟ اللي جاي برضو لسه مشوار مش أو والمنافسة شايفها إزاي؟ هل بيراميدز بينافس السنة؟ خلاص أنت كريشندو عندنا. خلاص في الطلع؟ أنت طالع إن شاء الله يعني، إن شاء الله نتائج عند ربنا. ولكن أنت الدفعة النفسية إنك أنت لعبت وكسبت خلاص يعتبر. أيوه خد بقى اللي مستنيك هو اللي بيقلق دلوقتي مش انت اللي قلقان ولا حاجه، انت الضغوط عليك والكلام ده، عديت نص الرحله، ناقص لك نص الرحله اللي العادي بتاعك انت بتلعبه، انت بتلعب لعبك الطبيعي. الاهلي مطمنك؟ الاهلي مطمني. الاهلي مطمني لان ابتدى السكواد بتاعي في العمود الفقري بتاع الفرقه مع رجوع راس حربه، بيبقى عندك ثلاثه راس حربه دلوقتي. أيوه. متنوعين في الاداء، والجميل ان انا شفت اتنين منهم لعبوا في احد المباريات مع بعض. لقيت كهربا وموديس. أي. وموديس بيصلح لكهربا، والكهربا اللي حطها بشماله هيحطها جول. يعني فبقت عندك مفاهيم وتنويع وتدوير، وابتدى يرجع اللي كان بعيد يعني. شفنا ديانج رجع، شفنا السوليه رجع. ده ديانج ده قصه تانية. ديانج ده محترف الاول عندي في الفرقه. صحيح. ديانج ده حاجه جوهره احنا بنحبه طبعا وبنقدره ومستنيينه، بس الاصابه هي ده واحد من الملفات اللي يهمني جدا. كنت اسمع رايك الحقيقه، ملف المحترفين وهل هم اضافه ولا عبء على الكره في مصر، هل ساهموا في تطوير المستوى ولا للاسف تكلفه وفاتوره يعني دولارات يعني. لا لما اللاعب الذكي اللي زي علي معلول والناس اللي جت نجحت معانا هنا ودخلوا بسرعه في مود النادي الاهلي، محترفين عموما يا كابتن شريف في المود بتاع النادي الاهلي كله. دول جواهر احنا بنسهل ازاي نسهل عليهم القصه، ولكن هم يا احمد جايين وسط جواهر. انت فهمت انا قصدي؟ ايوه. وسط جيل عمل تاريخ طبعا. تاريخ طبعا. يعني كنت شايف كابتن عادل القيعي بيتكلم من امبارح باين او بيقول لهم، بيطالب اللعيبه بالجلد وبيطالب اللعيبه بالاستمراريه للحفاظ على الانجازات والنجاحات اللي هم عاملينها. حقيقي. دي انا من الجمله اللي خدتها، احنا لما بنيجي نقعد خدت بالك في الاستوديو بيبقى في حق يعني بنبقى عايزين نحفز او الجمله دي عجبتني. امسكوا في النجاحات اللي انتوا عملتوها وكملوا. يعني ما تعتمدوش على ما انجز. صحيح. لكن انتوا في ايديكم حاجه، ما تخلوش حد يطلعكم بره السكه اللي انتوا ماشيين فيها. نورت الدنيا يا كابتن شريف، ربنا يخليك. نسعد بيك دايما. انا جداً دايما جدا بجد والله بنبسط،
هو بقى الكلام مبارك للنادي الاهلي الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله وبقيه البطوله ان شاء الله بكره هنتابع مع حضراتكم ان شاء الله تمرينه النادي الاهلي قبل مواجهه فاركو يوم الجمعه اللي جاي. بشكر طبعا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم على وجوده معانا، نورتنا كالعاده في بيتك ومكانك. بشكركم على المتابعه، كل التحيه.